السلام عليكم عيني طلاب. اليوم ناخذ آخر ستوري بيونت 7 اللي هو Together for a Better School، سويا لمدرسة جيدة. هنا يقول لك بهاي القطعة الستوري نحن نلتزم فقط بحدود أسئلة كتاب الملون وكتاب النشاط. During the summer vacation، خلال العطلة الصيفية، عمار was passing his school. أكو ولد اسمه عمار كان يمشي من يم مدرسته. He looked through the gate and he was shocked by what he saw. يقول لك شاف من خلال السياج مال مدرسته وكان مصدوم باللي شافه. يعني المدرسة دا يشوف شبيه المدرسة ما بيها خلال العطلة. The school grounds were a mess. يقول لك ساحة المدرسة كانت عبارة عن فوضى. The grass in the garden had grown really tall. يقول لك كل أعشاب بحديقة المدرسة يقول لك يعني كلش نمت هو، يعني شلون نقول طولت. The thorn trees had grown too big. يقول لك وش اسمه أشجار الشوك أيضا علت. And there were weeds, rocks and rubbish everywhere. يقول لك وشنو كان أكو أيضا بها؟ يقول لك كان أكو بها أيضا أعشاب، صخور وش اسمه ونفايات في كل مكان. عمار decided that something needed to be done about the mess. عمار قال لازم أنا أسوي شيء بخصوص هذه الفوضى. The next morning he took a large bag to the school grounds. ثاني يوم أخذ ويا حقيبة كبيرة لساحة المدرسة. All morning he moved rocks and filled the bag with rubbish. يقول لك خلال الصباح كل ايش سوى؟ يقول لك moved rocks، بدأ يشيل الأحجار وfilled the bag with rubbish، وبدأ يخلي بجنطته النفايات يعني ينظفها. When it was time to go home he looked around the grounds were still a mess. يقول لك لما صار وقت انه دا يرجع للبيت شاف داير مدايره، شاف الهوسة بالساحة بعدها. This job is too big for one person. قاعد يعني شلون نقول قاعد يحكي يعني انه ضايج، قال انه هذا العمل كلش كبير او هواي بالنسبة لشخص مثلي. I need some help. قال أنا أحتاج بعض المساعدة. He made a phone call to his friend. فسوى يقول لك اتصل بصديقه. The next day عمار met فهد in the school grounds. ثاني يوم عمار التقى بصديقه فهد بساحة المدرسة. فهد feels sad when he saw the untidy grounds. فهد شعر بالحزن عندما رأى الساحة الغير مرتبة. Together they moved rocks and filled a bag with rubbish. يقول لك سوية بدأوا أيضا يشيلون الحجر وش يسوون؟ يقول لك يخلون بالكاسة الرابش اللي شو يسموها النفايات. When it was time to go home they looked around the grounds were still a big mess. يقول لك أيضا لما إجا وقت راحتهم للبيت شافوا بعدها الهوسة شقد ما نظفوا ورتبوا بقت هوسة. كان شي يقول فهد This job is too big for two people. قال هذا عمل هواية بالنسبة لإحنا اثنين. قال يعني إحنا شوية بالنسبة لهذا العمل الهواية. We need more help. قال نحتاج مساعدة إضافية. Both boys got on their phones and made some calls. يقول لك اثنيناتهم شالوا تليفوناتهم وخابروا. The next day عمار وفهد met three of their classmates in the school grounds. ثاني يوم عمار وفهد التقوا بثلاث زملاء لهم بساحة المدرسة. Everyone feels sad when they saw the untidy state of the grounds. يقول لك كلهم شعروا بالحزن لما شافوا حالة الساحة. فعمار ايش قال لهم؟ قال لهم the grounds are a mess. قال لهم شوفوا الساحة ترى شو اسمه هوسة أو فوضى. We need to clean up. قلنا إحنا لازم ننظف before the start of the next year. قلنا قبل يبدي الدوام لازم ننظف. But it's a big job and we need help. قلنا بس ترى هذا شغل هواية ونحتاج مساعدة. فهد إيش قال لهم؟ قال لهم my older brother has a lawnmower. قال لهم أنا أخوي عنده جزازة عشب، يعني هاي اللي تقطع الحشيش.
he could cut the grass. قال نقدر احنا يعني شو اسمه نحش نقطعة. My brother works فمنك آيش قالت لهم قالت لهم my brother works for a gardener. قلت لهم أخويا يشتغل الصالح مزارع يقدر يساعدنا. He can get us some new plants. قلتهم يقدر يجيب لنا بعض النباتات. طاهر قال my cousin works on a farm. قلهم أني شو اسمه ابن عمي يشتغل بمزرعة. He can lend us some tools. يقدر يعير لنا بعض الأدوات. ف رايش قلت لهم قلتهم and my aunt knows a lot about the flowers. قلتهم أني عمتي تعرف هواية عن الأزهار. She can tell us which weeds are poisons and how to make beautiful flower beds. قلتهم تقدر تقول لنا أي الأعشاب سامة وشون نسوي شتلات زهور. Everyone got on their phones and made some calls. يقول لك كلهم شالوا تليفوناتهم وقعدوا يخابرون حتى يطلبون المساعدة. عمار and his classmates arrived at the school grounds at 7 o'clock. يقول لك عمار وأصدقائه وصلوا المدرسة الساعة 7 صباحا. The next يعني بالصباح التالي they all had a rubbish bag and gloves. يقول لك كلهم شايلين أكياس نفايات وقفازات يعني هاي شو يسموها الكفوف. But nobody else arrived. بس ما حد وصل بس هم مع انهم شالوا تليفوناتهم وخابروا. Everyone feels sad. يقول لك الكل شعر بالحزن. Would anyone come to help them? يقول لك هل راح يجي أي واحد يساعدهم؟ A few minutes later يقول لك ورا كم دقيقة a truck appeared. يقول لك كان تظهر شاحنة. فهد's brother got out and waved. يقول لك من طلعت هاي الشاحنة؟ أخو فهد طلع ولوح لهم يعني شلون نقول سلم عليهم. He opened the bag of the truck and carried a large lawnmower into the grounds. يقول لك وطلع لهم جزازة العشب. Next, Aya's brother arrived with bags of seedlings. وراها وصل أخو آية جاب لهم بعض الشسمه البذور والشتلات. طاهر's cousin arrived with some gloves and tools. قرايب طاهر هذا بن عمه وصل ويا بعض الأدوات والقفازات. And then Raya's aunt came and started explaining which flowers they could keep and which they should remove. وجت عمة ريا وشرحت لهم أي الأزهار يشيلون أي هي يبقون. Other students from the school arrived curious about what was happening. وصلوا طلاب آخرين كانوا كلش فضولين على إنه شنو اللي كان دا يصير. They joined in with the tidying and soon the grounds were busy with activity. يقول لك يعني كانت الزحام ومخبوصين لأن ينظفون. At 5 o'clock لما صارت الساعة الخامسة مساء everyone sat down exhausted. يقول لك كلهم قعدوا وكانوا تعبانين. عمار looked around the grounds were beautiful. عمار قاعد يباوع كان شي يشوف شاف الساحة صارت حلوة. The grass was short. العشب كان قصير. The trees were tidy. الأشجار مرتبة. And there were neat flower beds. وكانت أكو شتلات ورد مرتبة. A vegetable garden had been created for pumpkins and carrots. وسووا حديقة خضروات متكونة من اليقطين والجزر. As well as a small pond made from rocks. وسووا بركة مياه من الأحجار. Everyone went home feeling happy. يقول لك كلهم رجعوا لبيوتهم سعيدين. When the term started لما بدأ يعني الدوام the teachers and parents were delighted with the state of the school grounds. يقول لك المعلمين أو المدرسين والآباء كانوا فرحانين بحالة ساحة المدرسة. They were so impressed with the children's hard work. كانوا جدا معجبين بالعمل الجاد للأولاد and dedication to the environment that they gave them certificates. يقول لك وش سووا كرموهم بشهادات and made them environment ambassadors for the school وسووهم سفراء البيئة للمدرسة. الأسئلة اللي تخصها هذه السؤالين زائد أسئلة في كتاب النشاط
page 119 صفحة 119 فقط هذه الحفظ.